هذا اليوم راح ندخل بيت عائلة سميرة تولاق. سميرة عراقية حبت تنقل التراث العراقي إلى أمريكا وهي تعمل في قناة أمريكية تقدم المطبخ العراقي إلى الأمريكان. خليكم ويانا هذا اليوم في حلقتنا الفيحاء في أمريكا، وأيضا راح نشوف الطبق اللي راح تقدمه سميرة إلى قناة الفيحاء. خليكم ويانا. ويا الرايح ويا الجاي أبعث سلامة سلامة سلامات، رتك سلامات صبح ومساء يهواي، رتك سلامة سلامات سلامات، أبعث سلامات. ويا الرايح ويا الجاي أبعث سلامات سلامات سلامات، رتك سلامات. سميرة، أنا اليوم جدا سعيدة أنه أكون ضيفة هنا ببيتك وأيضا بالمطبخ العراقي اللي تقدمي للشعب الأمريكي. أنا حبيت أنه أسوي حلقة خاصة عن سميرة تولاق، سميرة المرأة العراقية اللي حبت تنقل التراث العراقي. أنت تعرفين أنه التراث العراقي هو الموسيقى والأكل، فأنت حبيتي من خلال الأكلات العراقية أنه تنقليها هنا للشعب الأمريكي. أنت تعملين في قناة أمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرنامج جدا مشهور هنا اللي يقدم الأكل العراقي والأكلات الأكيد جميلة جدا، وحبينا هذا اليوم أنه تقدمين أكلة القناة أو مشاهدي قناة الفيحاء. شكرا جزيلا هيفا، أنا كلش فرحانة أنت موجودة هنا كضيفة يمي. إحنا نرحب بكل الناس اللي يجون يزورونا، نرحب خاصة الجماعة اللي جايين من العراق، ونرحب بكل كل المشاهدين لقناة فيحاء. إن شاء الله نقدم لهم فد شيء حلو اليوم راح يعجبهم كلش، راح أقدم لهم فد طبق ولو هو له علاقة بالعراقي بس شوية يختلف حتى يتعلمون فد شيء جديد اللي أقدمه هنا. أنا الأكلات اللي أسويها بالبرنامج مالتي تطلع مرة بالأسبوع، 4 مرات بالأسبوع تنعاد، 3 مرات وتطلع مرة جديدة. الناس كلها متعجبين بطريقة العمل، بالمواد اللي نستعملها، بأكلنا شلون، يعني شيء حلو، منظره حلو، طعمه حلو، شكله حلو، دسم بأضواق، بطعم حلو، بأشكال يعني ما تشوفيها بغير مكانات أو بغير دول بالطبخ مالتهم. وأكيد سميرة أنا سمعت منك ببعض اللقاءات قلتي أنه أنا حبيت أنقل تراثي إلى الشعب الأمريكي من خلال الطبق العراقي، وأكيد نحن سعيدين أنه تقومين بهذا العمل وأيضا تعلمين الأمريكان الأكل العراقي وشون صناعة الأكل العراقي. صحيح، هو هذا كان السبب الوحيد اللي أنا كتبت كتب الطبخ، كتبت 3 كتب مع الطبخ، وعندي البرنامج مالتي اللي أطلعه بالتلفزيون. فالشي يعني ما كان متوقعين، يعني الأمريكان راح يشوفون هيجي برنامج وراح يتعرفون على أكلنا، ومن خلال أكلنا دي يتعرفون على حضارتنا ودي يعرفون إحنا شن هي الأشياء اللي نقدمها للناس، إحنا أحسن شي اللي يكون عندنا نقدمها للناس، يعني هذه فشي بدمنا إياها إحنا كعراقيين، مو فشي جديد. فكلش أنا يعني فخورة أعلمهم هذا الشيء، وأريد أقول لهم بأنه إحنا كلش يعني ناس كريمين وناس نحب الناس ونحب الضيوف ونقدم أحسن ما عندنا للضيوف. أكيد الشعب العراقي شعب الكرم والضيافة. صحيح، كلش معروفين إحنا، ومو معناها جينا الأمريكا، إحنا صارنا أكثر من 30 سنة هنا بأمريكا، 31 سنة، بس بعدنا على نفس الطبائع ونفس العادات ونفس التقاليد، مستحيل هاي ننساها حتى لو نبقى 200 سنة تلوخ هنا، يعني هذه بدمنا إياها، هذه هي تسوينا كعراقيين، هاي هي اللي تعرفنا منو إحنا، ودنربي أولادنا اللي هم والدين هنا نفس التربية، ودنعلمهم على كل العادات والتقاليد اللي إحنا اقتبسناها من أهالينا من أجدادنا من بلدنا، حتى أبدا ما تنمحي من يكونون هم عايشين هنا. المجهية والتعين
سميرة، هذا البيت الجميل اللي يحتوي على هذه النباتات الجميلة والأشجار الطبيعية، أنا كنت أفكر أنه هذا الصناعي بس طلع كله أشجار طبيعية كلش حلوة، وأيضا شاهدت في الديكورات من النباتات جميلة جدا. أنا عرفت أنه أنت مهندسة زراعية وتحبين النبات والخضرة. أنا تخرجت من كلية بغداد مهندسة زراعية، وكلش دشوفين كلش يعجبني الأشجار والزرع والخضار والورد، يعني كلش فشي حلو، ويعني اكثر الاوقات عبالك يذكرنا بالعراق، شلون من شنت الريحه القداح بالشارع من تمشين من تشوفين هالاشجار الحلوه هناك. الجو الساعد طبعا بكوس، لانه الجو طيب صيف وشتاء وربيع وخريف. هنا أنا شويه عندنا مشكله، نعيش بمشيغان عندنا ثلج هوايه، سو 6 شهور تقريبا ما نقدر نطلع برا ويعني شويه نستمتع بالاشجار وبالورد وبالخضار. سو اني بهالطريقه عندي هاي غرفه حديقه داخليه اياها استمتع بها السنة كلها. سو يعجبني اجمع اشكال مختلفة كلش، اشكال غريبة يعني مو هواية ناس يكون عدم من عدو، واكبرها. عندي مثلا مثل هاي الشجرة عمرها 28 سنة يمي. عندي هاي اللخة تقريبا 23 سنة يمي. هذه تقريبا 30 سنة يمي. سو اشتريهم صغار كلش، وعندي بالانجليزي هواية هاي؟ هواية مالتي اياها تعجبني كلش، وبالامريكي يسموها يو هاف جرين ثام، يعني عندك اصبع اخضر. من هيك تقدرين يعني تكبريها، وهذه سو يتعجبون من يجون يشوفوها هل قد تكبر وصحيه وكلها طبيعيه. طبعا جميله جدا، احنا تفاجئنا بهاي النباتات. ايضا مكانات البيت كلها بيها اشجار ونباتات، فشيء ملفت للنظر. يا تعرفين يعني السبب الاخر هو تعرفين النباتات تنطينا نسبه من الاكسجين هوايه، سو يعني كل الصحيه للبيت اياها. سو انا يعني افضل كل البيوت يكون عندهم ولو في الشجره خضراء بالبيت، بيكوز تاخذ الثاني اكسيد الكربون وتنطي الاكسجين، سو صحيه يعني بغض جمالها ومنظرها الحلو. دائما الجو يكون نقي، دائما الجو يكون نقي. الحمام اللي تسافر ودي لحظة بالسلام، واحمل بجنحك رسايل من تهاجر وللي حرمان المنام. وبالله يا طير الحمام اللي تسافر ودي لحظة بالسلام، واحمل بجنحك رسايل من تهاجر وللي حرمان المنام. وبالله يا طير الحمام، وبالله يا طير الحمام. سميرة، هذه الشجرة الكبيرة كثيرة هنا بمكان صالة الاستقبال جميلة جدا، أريد أعرف إيش قد عمر هذه الشجرة؟ هذه الشجرة عمرها تقريبا 23 سنة، شجرة اشتريتها شوية كانت كبيرة مو كلش صغيرة، فمن هيك تشوفيها تقريبا طولها كلش تطخ بالسقف، لازم أخليها هنا لأنه ماكو مكان بس تبقى تعلى. وطبعا أنا خليت هذه، هاي وحدة هي، هاي ما لها علاقة بالشجرة، هذني يجون تقريبا نباتات صغار تكون اخليهم داير مداير، وبعدين اخليهم متسلقه اياها، اخليهم تتسلق على الجذع حتى شويه تنطي منظر حلو احسن ما يكون جذع فارغ. يجي مهندسه زراعيه تتفننين بالاشياء. يا يعجبني كلش، يعجبني اشتغل بالاشجار وبالخضار، ويعني همينه تنطي منظر حلو للبيت. انا جايه هنا وانا عارفه انه سميره المطبخ العراقي في امريكا، بس ما كنت اعرف هيجي مواهب وايضا جمال بالخضره وبالاشجار اللي موجوده هنا. صدقيني الناس يقولون عندي شويه هوايات زايده، يو نو عندي هوايه ترتيب، يعجبني ارتب البيت، يعني البيت مالتي كله انا مسوي الخارطه مالته من بنينا، انا ارتب كل شيء، اخيط البردات مالته، يعجبني خياطه همينه، يعني هوايه لخ اللي كلش كلش تعجبني من اني صغيره اسويها. الله شاهد ما ناسيكم كل احضان افكر
صورة جميلة جدا ومؤثرة سميرة. هذه الصورة كلش عندها قصة حلوة كلش. هذه الصورة كانت أول شيء اشتريناه أنا وزوجي من تزوجنا بالعراق، وهذا الشيء الوحيد اللي عندي ذكريات من عنده، لأنه كل شيء بقى بالعراق طبعا. ما عبالي أصلا موجودة هاي الصورة. من قبل 5 سنين عمتي راحت للبغداد زيارة، ومن رجعت خابرتني قالت لي جبت لك فشي كلش راح تفرحين به من بغداد. قلت ايه زين، شوفي جابت لي من السماء، جابت لي فشي ما يخالف يعني. قلت همينة خطية يعني، زين جابت لي فشي. فرحنا سلمنا عليها وشوفت لي يا هذه، قالت لي طلعت لي يا هاي الصورة، قالت لي هاي الصورة جبت لك اياها. قلت ليش هي هاي باقية؟ كانت عبالي رايحة عبالي ما موجودة، الى درجة عزيزة علي كلش فرحت من جابت لي اياها. سو كلش يعني عندها كلش يعني ذكريات حلوة. هاي الصورة عندي ذكرني ببغداد وبيتنا ببغداد. سميرة هاي عائلتك وأكيد عائلة جميلة، لكن اللي فاجأني بيك أيضا خياطة وتخيطين الملابس وملابس السهرات، فستان جميل جدا أنت مخيطته؟ نعم أنا مخيطته. هاي عندي هواية لوخ اللي كلش تعجبني، من أكون ضايجة، من أكون ما عندي يعني مزاج أروح أي مكان، أقعد يم الماكينة مالتي، من أقعد أخيط كلش أرتاح نفسيا يعني، كلش تريحني إلى درجة يعجبني. من أسوي بدلة وتطلع حلوة وكلهم يتعجبون بيها، وأني أسوي يعني الديزاين مالتها، وماكو واحدة لابسة من عندها، كلش يعني أفتخر بيها حلوة. وهاي البدلة أني مخيطتها العرس ابني، كانت قبل 5 سنين. هذا ابنك؟ هذا ابني وهي زوجته، وهذا ابني الصغير، وهاي بنتي بالوسط إياها بين الولدين. ايضا اشوف ديكورات جميله جدا سميره بالبيت، اريد اعرف هاي ستائر البيت انت مخيطتها؟ نعم انا مخيطتها كلها، واني سويتها ديزاين، واني اللي سويتها فتشي يعني ما كان موجود مثله، فنطت شويه فمنظر حلو للبيت همينه، حتى كل شيء يكون يعني تقريبا منسجم شيء ويا شيء، ينطي فتشي فولكلوري همينه يعني، مو فشي قديم يعني سويته تقريبا، مو فشي حديث يعني، يعجبني الاشياء القديمه كلش. بس تعالوا وفرح روحي معذبتني تريدكم، سميرة هاي الصورة الجميلة حكيتي لي عنها، قلتي زوجي جابها من العراق ومخليها مخليتها بأجمل مكان بالبيت. طبعا هذه الصورة تعرفين تذكرنا بالعراق، عراق كله تاريخ وكله آثار وكله حضارة. سو هذه واحدة من طبعا من قسم صغير كلش من حضارتنا يعني، وكلش مهمة لنا يعني، تذكرنا بالعراق وبتاريخنا وبحضارتنا، وشقد مهم العراق لنا، شقد مهم طبعا العراق بالعالم كله مو بس لنا. وإحنا يعني خلي عايشين هنا بس يعني لو فد شيء صغير كلش من العراق يعني نتمسك به ونلتزم به ونعلقه بصدر البيت حتى يذكرنا بالعراق دائما يعني. ماكو ما تقدرين يعني ابدا تنسين هالاشياء اللي صارت بالعراق، والاثار والحضارات والتقدم اللي صار بالعراق، والاشياء اللي كانت كلها العالم كلها طبعا تتبع ايش صار بالعراق والحضارات اللي صارت. سو كلش مهمه احنا يمنا يعني، احنا عراقيين ونبقى عراقيين ونحب الاثار العراقيه وكل شيء اللي يتعلق بالعراق. طبعا احنا زرنا العراق تقريبا سنة 88، زوجي راح وراي سنة 2000 وجاب هاي التصاوير كلها من العراق الرسومات. بس ما تعرفين احنا ايش قد مشتاقين للعراق، حتى اولادي اللي كلهم والدين هنا دائما يقولوا لي شو وقت احنا نقدر نروح نزور البلد مالتكم، هل قد ما يسمعون من عندنا، هل قد ما نحكي عن البلد، هل قد ما نحكي على الجوارين وعلى الاقارب وعلى القعدات وعلى السهرات وعلى المدرسه مالتنا، على الاصدقاء، على كل شيء اللي طبعا اللي عشناه بالعراق، ولو ما عشنا فتره هوايه هناك يعني، كنت 21 سنه من طلعنا، بات يعني ستيل يعني احنا بعدنا متعلقين بالعراق يعني، كلش نفكر يوميا ايش وقت يعني نقدر نروح نزور المكانات اللي كنا نزورها، مكانات اللي عشنا هناك، مكانات اللي تربينا واحنا صغار يعني، كلش مهمه. واريد اخذ اولادي باقرب
فترة ممكنة حتى يروحون يشوفون بلدنا اللي دائما من يعني ما نبطل نحكي عليه يوميا تقريبا. طبعا أنا كلش مشتاق العراق، مشتاق لذاك البلد، مشتاق لذيك القعدات الحلوة، السهرات الحلوة، مشتاق لذاك الجو الحلو، ذيك السماء الزرقاء، ذيك الأنهر الحلوة، يعني ماكو شيء ما مشتاقت له. يعني العراق حلو، العراق حبيبنا وراح يبقى حبيبنا دائما. أنا مشتاق وأبت ما ينحمل الفراق، أنا مشتاق يا عراق، أنا مشتاق للبصرة وعلى العشار. سميرة، هاي اللوحة الجميلة جدا أيضا زوجي جابها من العراق هنا، شنو تعني ليش هاي اللوحة؟ هاي اللوحة طبعا تشوفين لوحة عربية أصيلة بها الحصن والفروسية. هذه اللوحة طبعا يجينا هواية زوار أمريكا، أنا يمنا عندنا أصدقاء هواية. طبعا أول ما يدخلون للبيت يردون يعرفون شنو معنى هذه اللوحة، يعني ما شايفين مثلها أبدا. سو إحنا نشرح لهم، نقول لهم يعني طبعا العراق هو يعني مشهور بالشجاعة من طبعا مئات وآلاف السنين. سو هذه لوحة تعبر هلقت العراقيين كانوا شجعاء، وهلقت كانوا يعني قاتلون، والفروسية والطبعا عربية أصلية كلش، يعني يتعجبون بها كلش إلى درجة تعجبهم هاي اللوحة. وإحنا كلش فخورين بأنه طبعا نعرفهم بهالأشياء اللي كانت موجودة بالعراق، بالإضافة إلى أشياء أخرى اللي نقدمها لهم، ونعرفهم على العراق الأصيل اللي هو شنو، واللي طبعا الأمريكان عندهم فكرة كلش خاطئة يعني عن شنو موجود بالعراق. يعني حسب ما يشوفون بالتلفزيون هذه، يعني احنا نحكي لهم هسه اني من اشتغل ويا الامريكان، احكي لهم اقول لهم انتم يعني ليش عندكم بس هالفكره الخاطئه عن من هم العراقيين، من هو العراق، يعني من هو تاريخه. طبعا ما راح يشوفون كل الاشياء الزينه بالعراق يعني مثل ما احنا، بس احنا دورنا هنا طبعا ما نقصر، احنا يعني ما نخلي ابدا يعني نلزم امريكي بالشارع ونقول له ترى احنا العراقيتي وهيتي وهيتي عندنا وهيتي نسوي وهيتي حضارتنا، وسو ابدا ما نقصر يعني نشرح لهم كل شيء اللي نعرفه عن العراق، ونصعد يعني راسه الى السماء. سميرة، أنت دائما بالمناسبات اللي تقيميها والحفلات الخيرية للتبرع للأطفال العراق وأيضا للاجئين العراقيين، أنا حضرت لكم أكثر من مناسبة واحتفالية بيوم الطفل العراقي وأيضا بيوم الطفل العالمي وأيضا بيوم اللاجئ، شفت تبرع هواية، أريد أعرف هاي التبرعات وين تروح؟ هذه التبرعات طبعا عندنا منظمات هواية، ويعني الله يبارك بيهم هذني اللي يشتغلون بها، أنا هم من أشتغل وياهم، يعني فد يسوون فد أشياء يعني صدق ما يتحمل العقل هالقد يعني وقت يصرفون، وهالقد مثلا كلش يعني ما تعرفين شي، يحاولون محاولات حتى مثلا يجمعون هاي الفلوس اللي كلها تروح للاجئين العراقيين، تساعد يعني هواية عوائل اللي كلش محتاجين. يعني مرات نشوف أفلام اللي تجي مناك، حتى مرات أكل شرب ما عندهم، حتى أطفال يعني حليب ما يكون عندهم، سو يساعدوهم كلهم، وتجي كلها وثائقية، وتجي كلها بها يعني تصاوير، مرات رسائل اللي هم استلموها ويتشكرون. وهواية منظمات هنا الله يبارك بهم كلهم، وكلهم عراقيين، وكلهم بعدهم عندهم يعني بصراحة ما عندهم أصلا أقارب بالعراق، وقسم من عندهم والدين هنا حتى، بس شنو كأنه كعراقيين تعرفين إحنا شلوننا يعني بدمنا نساعد ونضحي للبلدنا، حتى اللي عندهم فترة هواية 50 سنة 60 سنة، سو من دي يشوفون يعني أكو هواية ناس بضيق، فيعني أبدا ما يقصرون، ورأسا يمدون إيدهم يعني بأطول طريقة حتى يساعدهم. أمانينا نظل على البال ولا فد يوم تنسونا، وإذا مرة وحشناكم ألف مرة we
سميرة، هذه الكتب المميزة للطبخ، الطبخ العراقي، شفت كتاب بالعربي واثنين مطبوعة بالانجليزي، هاي الكتب تختلف يعني؟ تختلف هاي الكتب طبعا. أني يعني من أني صغيرة عمري 10 سنين كان يعجبني أطبخ وأقول للناس سووا هذا وخلوا هالقد وخلوا، إلى درجة يعجبني من تخبطين الطحين ويا الزبد ويا الشكر وتطلع عندك كيك، يعني عبالك من أني صغيرة كنت أتعجب بهذا الشيء. سو من جينا هنا كان أكو هواية طبعا يعني عوائل جايين من العراق وبعدهم ما يعرفون يقرون ويكتبون إنجليزي، سو وكلهم يطلبون من عندي وصفات مع الأكل. سو أنا قلت ليش ما أسوي كل هاي الوصفات أخليها بكتاب سميتها مختارات من فنون الطبخ، بيها من أكل عراقي بس بيه من كل أنحاء العالم، إيطالي، صيني، فرنسي، أمريكي، ياباني، ماكو شيء ما بي يعني. وكلش كتاب كان ناجح إلى درجة يعني ليه هسه اللي يجون من العراق هم من اللي يستعملوا لي هسه، دي يربون أولادهم منانا حتى يعرفون شلون يطبخوا لهم أكلات أمريكية، أكلات إيطالية، هم يعرفون شلون يطبخون الأكل العراقي يعني يتعلمون أشياء جديدة. أكيد سميرة من مهندسة زراعية إلى فنانة بالطبخ وأيضا برنامج راقي جدا في قناة أمريكية للطبخ العراقي، فشي جميل جدا. هاي هواية سميرة؟ هواية صدقي. ومن هيجي من يكون عندك هواية وتعجبك كلش يعني طبعا أكثر تتبدعين بها من تسويها. صورة ما خلصت أكتب هذا الكتاب كان ناجح كلش، بعدين هواية من صديقاتي اللي عندهم أولاد والدين هنا أنا بنات أو راح يكون عندهم جنات، قالوا إحنا بعد يعني ضجنا دننطي وصفات لهذني بناتنا ما دي يعرفون شلون يطبخون، سو ليش ما تسوي لهم أكل عراقي، كتاب مكتوب بالإنجليزي بس أكل عراقي حتى بعد ما يضوجونا ويطلبون الوصفات وما نعرف نسوي هيجي يوم يجون يتعشون يتغدون يمنا حتى خليهم ما يطبخون. سو ذاك الوقت قلت هاي خوش فكرة إياها وهذا كتاب يبقى. سو قمت كتبت هذا الكتاب. سميرة انه حتى الامريكان يشتروا هذا الكتاب. هذا الكتاب صدقيني اكثر امريكان يشتروه من العراقيين، بيكوز يعني كل شيء يعجبهم الامريكان اكلنا، يعني يتصورون اكلنا يعني في شيء راقي الى درجه، في شيء صحي الى درجه. شفتي احنا باكلنا نستعمل هوايه خضروات ونستعمل بهارات خاصه ونستعمل الدجاج واللحم والرز وال يعني في شيء يعني غريب كلش بالنسبه لهم. سو اذا الى درجه الامريكان يشتروا يستعملون كل الوصفات ويدزوا لي ايميلز ايش سووا وطلع هيك حلو وطلع طيب وكلش متعجبين بالكتاب كلش. الكتاب الثالث؟ الكتاب الثالث يمكن عن الحلويات؟ إيه. أوكي. الكتاب الثالث أنا يعني يعجبني طبخ كلش يعني إلى درجة، بس أكثر شيء يعني إعجابي هو أسوي حلويات خبز كيكات. سوينا حلويات؟ راح أسوي لك حلويات طبعاً. هذا الكتاب بيه 520 وصفة بس حلويات وعمل الكيكات والمعجنات وهذه كلهم يعرفوني همين أنا يعجبني هذه، فهمين خليتها بكتاب لهم حتى كلهم يقدرون يستعملون ويسوون هاي الأشياء يستمتعون من يسووها مثل ما أنا استمتع من أسويها ويستعملوها إن شاء الله بالأفراح. طبعا اليوم أنا راح أنطي كتب نسخ من الكتب مالتي لقناة فيحاء حتى إن شاء الله بلكت يطبخون هناك ويستعملوها ويستمتعون بها إن شاء الله. وبنفس الوقت هذا مطبخ سميرة، فمن هذا المطبخ راح أسوي لكم أكلة كلش طيبة، راح أسوي لكم أكلة دجاج محشي بالرمان، وراح أسوي لكم سلطة مع الباذنجان ويا الرمان، وراح أسوي لكم قالب جلو ويا الرمان، كلش راح تعجبكم وإن شاء الله انتم همين تسووها هناك وتقدموها لعوائلكم. طبعا هذا البرنامج اللي راح اقدمه اليوم هديه الى قناه فيحاء وان شاء الله تستمتعون به، وان شاء الله راح نبقى باتصال دائما، وتحتاجون اي شيء اذا عندكم اي وصفه تردون تتعلموها امريكيه فرنسيه ايطاليه بس اتصلوا بي واني راح اكون اكثر من فرحانه حتى اسوي لكم اياها بمطبخي هنا واقدم لكم اياها لقناه فيحاء. سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي إن شاء الله يوصل سلامي، سلامي إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي ماري تذكر أسامي، سلام سلامي على اللي طبعا. هذا مطبخ سميرة، مطبخ هنا أنا من نفس المطبخ أقدم البرنامج مالتي اللي يطلع بالقناة الأمريكية،
من نفس هذا المطبخ راح أقدم هذا الطبق إلى قناة الفيحاء، كلش فخورة أني. اليوم راح أسوي دجاج محشي بالرمان، ويا هذه الوصفة راح أسوي فتصاص همينة بدبس الرمان إلى درجة راح يعجبكم. ويا هذا الطبق راح أسوي زلاطة باذنجان ويا الرمان، وبعدين طبعا لازم يكون عندنا في الشي حلا حتى ناكل، راح أسوي طبق ماجلو همينة بيه الرمان إلى درجة راح يعجبكم، وإن شاء الله تتعلمون شلون تسووه حتى تقدموا لعوائلكم همينة. نبدي نحضر الحشو للدجاج. راح أخلي تقريبا 3 إلى 4 ملاعق زيت الزيتون، نحميه أول شيء. عندي تقريبا 1/2 كوب لوز مقطع طوليا، راح نحمسه شوية بس حتى إلى أن يصير لونه بني، تقريبا ياخذ دقيقة هيجي. خلال هذا الوقت راح افرم بصلة صغيرة، هذه الأكلة كل الشهية وكل السهلة، كل واحدة تقدر تسويها، وتقريبا كل المحتويات مالتها موجودة بالمطبخ مالتك، ما يراد لها كل شيء هذه الوصفة، وراح تعجبكم كلش إن شاء الله. دقيقة واحدة بس نقلها، راح نخليه هسه، راح نضيف البصل اللي فرمناه، نحركه إلى أن يلين شوية ويصبح لونه تقريبا بني. حضر 3، تقدرون تستعملون 4 فصوص ثوم، تعتمد أنتم شقد يعجبكم تاكلون الثوم، أو إذا ما يعجبكم للتالي حتى ماكو داعي تخلوه. بذر الرمان نحركها كلها، خلي شوية فلفل أسود، شوية ملح، نخبط كل شيء سوا، وهذا الحشو مالتنا إياه. هسه راح احضر الصوص اللي راح الوث بيه الدجاج من الداخل ومن الخارج، وهمنا يبقى شويه من عنده نقدمه ويا الدجاج. مكان ما نخلي صوص اللاخ راح نستعمل هذا الصوص، راح يكون كلش طيب حتى بتقديم الدجاج، وهمنا نلوث الدجاج بيه حتى ينطي فد رونق حلو للدجاج، ينطي فد لون احمر حلو وفد طعم كلش حلو. سول هذا همنا راح نحتاج فد بصله صغيره، راح نفرمها، راح نخلي 3 إلى 4 ملاعق زيت الزيتون، راح أضيف شوية ملح، فلفل أسود، شوية فلفل أحمر حار، نص ملعقة كوب دارسين مطحون، ملعقة كوب كمون مطحون، هذا راح نضيف 2 ملعقة، هاي واحدة، 2 دبس الرمان، 1 كوب مي دجاج، تقدرون تشتروا مي دجاج، إذا ما تقدرون تشتروا من تسلقون دجاجة تقولون تخلون شوية مي على صفحة حتى يقدر يتخلى بالفريزر بالثلاجة. هسه الصوص حضر، شوف شلون ثخين صار، طبعا راح نخليه بعد 5 دقائق حتى يبرد قبل ما نلوث الدجاج بيه، لأنه إذا نلوث الدجاج هسه بيه وهو هيجي حار راح تقريبا يطبخ الدجاج، سو لازم نخليه شوية يبرد في 5 دقائق مو أكثر. سو الدجاجة غسلتها ونشفتها، طبعا تنغسل بمي بارد لازم،
ودائما يعجبني اشتري دجاج اللي هو مربى تربية مو بالهرمونات، تربية طبيعية لانه يكون اكثر صحي. فراح اتبل الدجاجة من الداخل ومن الخارج بالملح وفلفل اسود، نحاول نلوثها من الداخل همينة. ايش راح نسوي؟ راح نحشي الدجاجة بالحشو اللي سويناه مع الرمان واللوز والبصل. هسه الدجاجة حاضرة، حتى نخليها بالأوفن. حميت الأوفن تقريبا قبل ربع ساعة على درجة حرارة 350 فهرنهايتية اللي هي 175 مئوية. راح نطبخ الدجاجة بالأوفن ساعة ونص. طبعا تعتمد على حجم الدجاجة، احتمال تكون من ساعة إلى ساعة ونص. هسه راح نسوي سلطة الباذنجان على ما ينطبخ الدجاج بالفرن. راح استعمل 3 باذنجان تقريبا حجمهم متوسط. راح اخلي شق على كل وحده حتى من يطبخون بالاوفن لي يصير انفجار بالاوفن مال الباذنجان. ولازم نعرف بانه الباذنجان يكون قوي، لونه يكون طوخ كلش حتى يكون زين للسلطه مالتنا. راح ناخذ الباذنجان نشوي بالاوفن على درجه حراره عاليه 500 فهرنهايت، ميبي 10 الى 15 دقيقه. طبعا تعتمد على حجم الباذنجان، كل ما يكون اكبر كل ما راح يطول وقت اكثر، كل ما يكون اصغر ميبي راح يستوي بسرعه. ما نريد نطبخ الباذنجان كلش مثل ما نسوي البابا غنوج، نريده يكون شوية مطبوخ حتى من نقشره نقدر نقصه للسلطة. راح نشوف الباذنجان لين صاير، راح نشيله من الأوفن. على ما ننتظر على الباذنجان ده يبرد شوية حتى نقدر نقشره ونقطعه، راح احضر المقادير الأخرى اللي تروح ويا هاي السلطة. طبعا واحدة من المقادير المهمة هي الرمان، صراحة احاول احضر تقريبا كوب واحد من بذور الرمان. هذه الزلاطة عندنا شانل فوكس هنا طبعا معروفة كل شيء اياها امريكية، ودعوني حتى اسوي طبخة وياهم وسويت هاي الزلاطة. ورا ما سويت هاي الزلاطة خلوا الوصفة على التلفزيون على الإيميل على اليوتيوب. طبعا الأمريكان كلهم استعملوها، بحيث أكو هنا عندنا محل كبير كلش يبيع خضرة ويبيع زلاطات حاضرة، يبيع كل شيء اسمه هيلرز ماركت، قاموا يسووها ويبيعوها بالباونات هاي الزلاطة. هل قد عجبتهم؟ لأنه كل صحية وسهلة وبسيطة. وطبعا الباذنجان يعني فشي الى درجة طيب، اني كل وصفة بها باذنجان كلش تعجبني. هسه الباذنجان برد، ما نريد نبرد هواية، بيكوز من يبرد الباذنجان او نخليه بالثلاجة او يبرد هواية راح يكون كل الصعب يتقشر. بس تشوفون من يكون حار شلون كله يتقشر وماكو اي باذنجان انسايد، كلش بسهولة يتقشر القشر من يكون بعده حار. صراحة نقطعه تقريبا مكعبات تقريبا متوسطة الحجم، مو كلش صغيرة. راح نتبل باذنجان بشوية ملح شوية فلفل أسود. هسه راح نفرم قطعتين فصين ثوم
الفانوس ينطينا لون للزلاطة وينطينا طعم طيب كلش. نفرم المعدنوس ناعم كلش همينه. هنخلي كوب إلى كوب ونص بذر الرمان. شوفوا الالوان شلون حلوه. تمام نخبط كل سوا. ورا ما طلعتها بالتلفزيون الامريكي كل الناس تسويها هسه كلش عاجبتهم هاي الزلاطه صارت. هسه راح نحضر الجلو. لهذه الوصفه راح نحتاج نص كوب عصير الرمان. طبعا اليوم استعملنا كل الرمان لانه الرمان الى درجه صحي لكل واحد. الرمان بحديد ببوتاسيوم. اكو هوايه من الناس يستعملون الرمان كدواء يستعملوه حتى ينزل الضغط مالتهم، حتى مرات حتى للوجع الراس. اعرف قاريه عنه بانه كل الزين. سو راح نخلي بنص كوب عصير الرمان 4 ظروف جيلاتين. نعوفه فد 5 دقائق حتى بس يلين. راح نخلي سبراي على القالب حتى لا يلزق عليه. ونخليه على صفحة إلى أن يحضر الجلو. راح نستعمل كوب شكر. كوبين عصير الرمان. هسه راح ننتظر إلى أن يغلي المحلول مع الشكر ومع عصير الرمان. راح ننزل النار شوية وراح نخلي جيلاتين الصنلين اللي خبطناه ويا عصير الرمان. راح ننتظر إلى أن يموع الجيلاتين كله. حليب كامل الدسم وحليب مال جيمر. القالب اللي حضرناه اللي دهناه راح نضيف كوبين بذور الرمان. نخليه بالثلاجة. مدة 7-8 ساعات إلى أن يجمد القالب. هسه راح نشوف إذا الدجاجة صارت لولا. صارت دجاجة حمراء. الصوص يخليها تصير هيجي حمار. سميرة، هذا اليوم أنا تركتش ويا جمهور الفيحاء حتى تقدمين هذا الطبق الشهي إلى مشاهدي قناة الفيحاء. أكيد نحن سعيدين أن نكون هاليوم في ضيافة مطبخ سميرة العراقي، وأيضا شاهدت الحلقات المميزة اللي تقدميها على القنوات الأمريكية للتعرف على الأكل العراقي. شكرا جزيلا سميرة، تعبناك ويانا هاليوم. لا بالعكس، أنا فخورة بأنه سويت لكم هذا الطبق وإن شاء الله يعجبكم. راح نقعد ناكل سوا وإن شاء الله نعيدها مرة اللوخ. وأنا كل السعيدة بأنه صارت مثل تقريبا ضيافة عشاء or something، صدفة صارت يعني. بس أنا كلش فرحانة وإن شاء الله يا ربي تعلمتيها شلون تسويها. مو
أكيد وإن شاء الله إن شاء الله الجمهور اللي يتفرجون الفيحاء تعلموا شلون يسوون هاي الوصفة، كلش راح تعجبهم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى. مرسال مرة سأل متى يعودون، مرسال مرسال اشي صبر قلوبنا ببعاد الأحباب، يا سميرة شكرا جزيلا على هاي الضيافة، وأكيد أكل يشهي طبعا، بس أريدك تذوقي أول شيء وتقولي لي شنو رأيك بي، سو إن شاء الله يعجبك، خلينا ناكل أنا وإنتي وإن شاء الله يعجبك. إن شاء الله. والله يا طير الحمام اللي تسافر ودي لحباب السلام، واحمل بجنحك رسايل من تهاجر وللي حرمان المنام. وبالله يا طير الحمام اللي تسافر ودي لحباب السلام، واحمل بجنحك رسايل من تهاجر وللي حرمان المنام. وبالله يا طير الحمام، وبالله يا طير الحمام. شكرا سميرة على هذه الضيافة. شكرا جزيلا انتم لمجيئكم انا وكلش، يعني انا فرحت بلقائكم وكلش فرحت بانه قدرت اضيفكم واقدمكم هاي الوجبه، وان شاء الله عجبتكم وان شاء الله عجبتكم الزياره هنا، انا يعني كلش سعيده. اكيد بجوتكم. اكيد نحن اكيد سعيدين انه نكون هنا ببيت السميره والمطبخ، المطبخ سميره العراقي اللي يقدم الاكلات العراقيه للامريكان، اكيد سعيدين. ونحن بدورنا كقناة فيحاء دائما حلقة توصل بينكم وبين أهلكم بالداخل، نحن سعيدين أنه هذا اليوم سلطنا الضوء على مطبخ سميرة العائلي والعراقي واللي ضم عدد كبير من الأكلات العراقية، وشاهدنا أيضا الكتب المتميزة اللي ألفتيها عن الطبخ وأيضا الأكلات العراقية بالإنجليزي وبالعربي، هذا شيء جدا نحن سعيدين به. أني الأسعاد كلش فرحت بوجودكم هنا أنا، وأهلا وسهلا بكم من تكونون ميشيغان لازم تتفضلون يمي. شكرا جزيلا. سميرة إذا نحكي عن الحلويات، حكينا عن الأكل وأيضا أكلنا الجلي اللي سويتيه برمان هواية طيب، لكن أشاهد البقلاوة الحلويات اللي سويها هنا بالاحتفاليات والمناسبات كلهم يقولون هاي حلويات سميرة فمشهورة بالحلويات هواية والبقلاوة العراقية. يعجبني أسوي حلويات هواية صدق، يعني أكثر استمتع من أقعد أسويها والناس كلها تعجبها، أسوي أشياء مختلفة كلش تختلف. والله الوطن غير البشر صدقوني، واسألوا أهلي علي ذول أهلي ويعرفوني، أنا بحب البيرد وقاعي عراقي وما يغيروني. سميرة حلويات كلش طيبة وبالفعل نوعيات يمكن ما موجود منها بالسوق. يا تختلف كلش، ومثل ما شفتي يعني بها طعم غريب، مثل هذه اللي هسه اكلتيها بها طرشانه، بها فستق، بها هيل، بها مربى مع البرتقال، فمن تخبطين هاي الاشياء كلها سوا ويا بسكت اللي اسويه من طحين وزبد وشكر تنطي كلش نكهه كلش غريبه وكلش طيبه. سميرة انا اعرف انه انت هنا الان تعملين كمدرسه باحد المدارس الموجوده في امريكا، وايضا عندك برنامج المطبخ سميرة العراقي، وايضا تشتغلين شغلات اخرى، اريد شوي اتعرف عن سميرة المدرسة وشنو
عملش بالتحديد؟ اشتغلت مدرسة لأنه أولادي كانوا بالبيت بالصيف، فردت أشتغل كدوام قصير، أكون وياهم، أقضي وقت وياهم. كنا نسوي هواية أشياء سوا ويا ولادي، طلعهم وديهم سباحة، علمهم أشياء، يعني تقضين وقت ويا العائلة ويا الأطفال كلش مهمية. بس بنفس الوقت همينة تردين شوية تطلعين من البيت، شوية تتعلمين، تشوفين ناس، تتعرفين على ناس. ما يتعلم واحد إذا بس يبقى بالبيت، وعندي شهادة أني فاستغليتها بصراحة، وكل شيء يعجبني التدريس، وعندنا هواية يجون لاجئين عراقيين جدد، فأساعدهم كلش، وكل شيء يفرحون من يشوفوني أحكي لغتهم العربية، وأساعدهم بالدروس. ماكو وحدة تلغ بالمدرسة، كلها تقدر تحكي عربي وياهم. فيعني إلى درجة يرتاحوا لي، وكلش يعني منسجمين سوا أنا وهم كلش. سميرة، إذا نرجع للعراق، لمن تحبين تسلمين؟ من أهلش، من ناسش، من العراقيين؟ أسلم على عمتي بتول وزوجها وولادها، عمي جرجيس وزوجته وولاده، طبعا عندي أولاد خال وأولاد خالة وأولاد عمات من بعيد، عندي صديقات هواية هناك، عندنا جيران، سأسلم عليهم كلهم، وإن شاء الله في يوم نلتقي. مشتاقة للعراق؟ طبعا مشتاقة العراق هواية. سأني طبعا مشتاقة أروح أزور العراق، وإن شاء الله في يوم نقدر نروح نزوره. حتى أولادي كلش يعجبهم يروحون يشوفون البلد اللي تربينا به، والبلد اللي هالقد ما نحكي عليه، كلش يعني مشتاقين يروحون يشوفوه. إن شاء الله في يوم من الأيام نروح. وإحنا طبعا هنا نخلي موجودين هنا، بس بنفس الوقت إحنا يعني ما نبطل نحكي عن العراق للأمريكان، لأولادنا اللي والدين هنا، وإحنا يعني بتواصل وباتصالات ويا بلدنا بأي طريقة تكون. مثلا أنا دائما عن طريق المطبخ مالتي أقدم كل هاي الأكلات العراقية هم للعراقيين اللي والدين هنا، حتى يعرفون شنو كان نوع الأكل اللي كنا ناكله، شنو كان اللي هو طبعا قسم من تاريخنا وحضارتنا وتراثنا يعني. وكلش يعني يزيدني الفخر من أشوف الأمريكان دي يتفرجون البرنامج، اللي لو تسأليهم قبل 20 سنة ما كانوا يعرفون شنو هو العراق، بس بسبب هواية ناس هنا دي يعرفون هسه شنو هو العراق، ودي يعرفون مرتبته ووجوده على الخارطة، من هو العراق وشنو حضارته وشنو تاريخه. شكرا سميرة، هذا اليوم كنا بضيافتك، وشكرا لك على هذه الأكلات المميزة اللي قدمتيها لمشاهدي قناة الفيحاء. وأكيد أنا سعيدة هذا اليوم كنت ضيفة عندك بمطبخ سميرة العراقي. أنا الأسعاد، أنا كلش أشكركم وأشكر قناة الفيحاء. مجيئكم لبيتي هذا بالنسبة لي فخرية، حتى تجون هنا يمي للبيت، وحتى أكون باتصال ويا بلدي والناس اللي راح يشوفوا هناك. وكلش أشكر قناة الفيحاء على إتاحة هاي الفرصة إلي ومجيئكم، وكلش متشرفة بزيارتكم عني. شكرا جزيلا سميرة، ولازم هاليوم غادر راجعين الواشنطن. شكرا على هذه الضيافة. توصلون بالسلامة إن شاء الله، وإن شاء الله نلتقي مرة الأخ. إش ما دار بي الزمن أبقى الهلي ميال، إش ما دار بي الزمن أبقى العراق ميال، ومنين أجيب انقلب يتحمل الترحال.